بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده قصه الحقيقه، قصه بتوجع الحقيقه، بس هي باديه بايه هشرحها بالقصه. الايه بتقول ولا يحيق المكر السيء الا باهله. يعني ايه؟ الناس اللي بتخطط تخطيطات سيئه في الحياه لا يمكن الا وهي تتاذي بنفس التخطيطات دي. قاعده في الحياه، ولا يحيق المكر، كل مكر سيء لازم يتقلب على صاحبه. قاعده، وقاعدة إيه؟ قاعدة قرآنية ربانية. هذه هي الحياة. اللي يحيق مكر سيء في السياسة يتقلب عليه، اللي يحيق مكر سيء علشان يحقق مطامع شخصية على جسد وطنه يتقلب عليه، اللي يحيق مكر سيء في علاقات اجتماعية بين الناس. الحقيقة هحكي قصة حقيقية على مكر سيء بس في علاقة اجتماعية. هو كان كل فكرته في الحياة عايز ينجح بأي طريقة، بأي قيم يحطها تحت رجليه. هو اتجوز واحدة، الست دي من عيلة محافظة، هي كانت جميلة حلوة، بس هو بدأ يفكر إزاي يستخدمها علشان يترقى، فإزاي يسهل إن رؤسائه ومديرينه والناس اللي ممكن يرقوه ان هو يقدم مراته بشكل هو عارف ان هو لا يصح، بشكل فيه خبث، والست من عيله محافظه. وبدا يضغط عليها، يضغط عليها، ويعني خليكي مودرن شويه وغيري لبسك اكتر ومش عارف ايه وعودي ايه وتحكي ازاي. وبدا يضغط، وبدات الست تتغير، وبدأت تتغير، وبدأ هو مبسوط لأنه شايف وعامل نفسه مش شايف أنه بيحقق مكاسب. مكر سيء، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. تلف الأيام والست تتغير تماما، وشكلها ولبسها وطريقتها وخروجها وفوسها، وهو مبسوط على الآخر. وإذا بتحدث مفاجأة، الراجل يعيا ويجيله شلل نصفي وما يخرجش من البيت، ويقعد على كرسي متحرك. وهو قاعد على الكرسي المتحرك بتاعه، الست اتغيرت خلاص، بقى بيشوفها بعينيه وهي خارجة قدامه، بيتوجع ويتألم ويتعذب ومش قادر يسأل انت رايحة فين. اتقلبت، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يا شباب، يا رجالة، يا ساسة، عايز بسمة أمل على وجهك على طول؟ اوعى تحط بذور الشر عشان تكسب، ابذر دايما الخير، ساعتها والله بسمة أمل وما تخافش من تقلبات الحياة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.